شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات صباح اليوم الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وحضر الاحتفال عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمحافظين وعدد من كبار المسؤولين، وقد ألقى معالي وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة. حضور الكرام، يسعدني أن ألتقي بكم جميعا في اجتماعنا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. كما هو معروف، فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار في عام 1987 حددت فيه بأن يكون 26 من يونيو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تقديرا منها للخطورة العالمية للتداعيات الناتجة من المخدرات. وبحسب تقارير الأمم المتحدة لعام 2022، فهناك حوالي أكثر من 270 مليون شخص يستخدمون المخدرات. أما بالنسبة إلى وضعنا في البحرين، ولله الحمد، فإن من خلال مراجعة البلاغات الخاصة بالمخدرات لم تكن هناك أي زيادة خلال الثلاث سنوات الماضية، واستقر المعدل عند أقل من 3% نسبة إلى باقي البلاغات الجرمية، وهذه تعتبر من أقل النسب. ويسعدني هنا ولا شك أن أشكر الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وأخص إدارة مكافحة المخدرات، على جهودهم المخلصة والمستمرة لتأدية مسؤوليتهم الأمنية. والشكر موصول إلى كل من ساهم معنا وتعاون معنا من وزارات ومؤسسات وحتى على مستوى الفردي. حضور الكرام، حتى نتمكن من تحقيق المكافحة الناجحة والمؤثرة، فإنه يجب علينا الاستمرار في مكافحة المخدرات على الحدود ومكافحتها في مدارسنا وفي مراكزنا الشبابية والأندية الرياضية، ومكافحتها في بيوتنا، ومكافحتها في الصحافة والفضاء الإلكتروني. إننا في الواقع نكافح انتشار المخدرات بالعلم والقناعة والمسؤولية الأبوية والمسؤولية الوطنية. إنها ولا شك ظاهرة أمنية عالمية خطيرة، ومن الواجب علينا أن نتعاون جميعا لمكافحتها. ولا يخفى عليكم أيها الأفاضل، فإننا نتعامل ونركز في ساحتنا الأمنية اليوم، بالإضافة إلى مكافحة المخدرات، على عدد من الظواهر والتحديات الأمنية، مثل مكافحة الفساد، إضافة إلى متابعة التجاوزات الإلكترونية وكذلك الأخلاقية، إضافة إلى متابعة أي فوضى مرورية. الحضور الكريم، كما تلاحظون، فإن القضايا الأمنية هي في الغالب قضايا تمس الأمن المجتمعي، ولذا فإنه من الواجب والمسؤولية الأمنية أن يقوم كل واحد منا بدوره في خدمة الأمن والنظام العام، حتى نتمكن من تحقيق البيئة الآمنة الصالحة للحياة الكريمة في إطار القيم السمحة التي تورثناها، لينعم الوطن بالرفاه والبركة في ظل قيادة قائد مسيرة الخير والكرامة وحافظ أمننا وسيادتنا سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جهته أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن تعليمات معالي وزير الداخلية كان لها الفضل في إنجاز المهام والواجبات المنوطة بالإدارة العامة وما تنهض به من مسؤوليات أمنية وقانونية في إطار حفظ أمن وسلامة الوطن، مثمنا دعم معالي لعمل إدارة مكافحة المخدرات لتؤدي دورها على أكمل وجه في إطار الجهود الوطنية لحماية المجتمع ووقاية النشأ والشباب من مخاطر هذه الآفة، شاكرا سعادة رئيس الأمن العام على متابعته الحثيثة لكافة تفاصيل العمل والأداء الأمني. كما عبر عن الاعتزاز بدور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وفريق العمل القائم على متابعة تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات في نسختها الثانية على مجهودهم ومتابعتهم لتنفيذ الأهداف والمبادرات التي تتضمنها الخطة الوطنية، مثمنا استجابة كافة شركاء التنفيذ وتواصلهم الدائم مع أعضاء الفريق ومشيدا بالوعي المجتمعي الذي أصبح مترسخا لدى كافة فئات المجتمع وأطيافه بمخاطر المخدرات والذي يستلزم تعزيز الشراكة المجتمعية بين الجهات الرسمية والأهلية لمكافحتها. وتضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عن الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات، كما تم تقديم إيجاز عن المشروع الوطني لرصد وزيادة معدلات التعافي من إدمان المخدرات باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط من حيث استخدام هذه التقنية في حل تلك الإشكالية، إذ يهدف المشروع إلى تحديد الأفراد الأكثر تعرضاً للانتكاس باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقديم الدعم للأسر والداعمين النفسيين أثناء مراحل العلاج والتشافي. وفي ختام الاحتفال قام معالي وزير الداخلية بتكريم عدد من المتعاونين في مجال مكافحة المخدرات متمنيا للجميع التوفيق في خدمة الوطن. طبعا يأتي الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات واللي يقام كل عام من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وبرعاية من كريمة من معالي الفريق أول معالي الشيخ راشد آل خليفة، تعزيزا لأهمية الشراكة بين مختلف القطاعات ومختلف الوزارات وتأكيدا على المسؤولية المشتركة وهي مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع لمكافحة المخدرات وحماية الأوطان من شر هذه الآفة. كما يأتي دور وزارة الصحة في تقديم الخدمات التي تتعلق ببرامج التعافي، أي فئة تدمن هذه الأدوية أو تتعود عليها تعود بيولوجي أو نفسي، وتقديم الدعم النفسي بالإضافة إلى جميع الاحتياجات الصحية بالشراكة مع المستشفيات الحكومية ومستشفى الطب النفسي. تم أبراز الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وعرض جميع الإنجازات التي قامت بها اللجنة خلال السنوات الماضية، وبناء على قرار من سعادة النائب العام فقد تم إنشاء نيابة مختصة للتحقيق والتصرف في الجرائم المتعلقة بالمخدرات ولخطورتها وأثرها المدمر على مستوى الفرد والمجتمع. تشرفنا اليوم بحضور الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات. هذه الآفة التي ولله الحمد مملكة البحرين تسير في الطريق الصحيح لمكافحتها سواء أمنيا أو صحيا أو بالتوعية المجتمعية. نحن في جامعة الخليج العربي نشارك في الخطة الوطنية لمكافحة مخدرات مملكة البحرين، وذلك بنشر الوعي المجتمعي سواء بين طلبة الجامعة أو في المجتمع أو بعمل البحوث العلمية التي تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة بإذن الله.